الحصار، سيدي الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، السادة مديري الإذاعة الوطنية التلفزيون الجزائري مؤسسة البث الإذاعي والتلفزي، الأسرة الثورية، الأسرة النقبية، السادة من صنعوا مجد هذه المؤسسة على تعاقب التاريخ، زميلاتي، زملائي، أبنائي المؤسسات الإعلامية على مختلف مسمياتها، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. معالي وزير الاتصال الأستاذ حميد جرين، الضيوف الكرام الأستاذ عبد المجيد سيدي سعيد أمين عام الاتحاد العام للعمال الجزائريين، السيد المدير العام للتلفزيون، السيد المدير العام للإذاعة، السيد المدير العام لمؤسسة البث الإذاعي والتلفزي الأستاذ حيو، مرحبا بكم جميعا، وطاب مقامكم بمؤسسة الإذاعة الوطنية. ونحن نحتفل بذكرى 52 استرجاع السيادة الوطنية على الإذاعة والتلفزيون والموسيقى، ولكن السعد يستحق أكثر من هذا. دور 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 دور